ناس كتير جدا بتسألني ازاي تستخدم اقراص الجينجر والاورلي مع الكروماكس، وناس كتير برضو بتبقى مش عارفة تستخدم ازاي البايو كات وتظبط مواعيده مع طيب خلاص تعالوا نتكلم النهاردة عن السيدوفاج والجلوكوفاج، وازاي او ايه قصة نزول 35 كيلو وزن في 6 شهور. اهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. لو انت جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصلك كل الفيديوهات الطبية وعلشان اجاوب على كل اسئلتكم في الكومنتات. بليز قبل اي حاجة انزلوا تحت وصلوا الفيديو ل 5000 لايك واطلعوا كملوا معايا الفيديو لانه فيديو مهم جدا. النهاردة جاي اكلمكم عن قصة السيدوفاج والجلوكوفاج والقلبان اللي هم عاملينه في عالم التخسيس. ناس كتير جدا في الكومنتات كتير جدا جدا بيسألوني السيدوفاج ايه قصته، هو انا ممكن يا دكتورة استخدم الجلوكوفاج، ايه رأيك في السيدوفاج للتخسيس؟ ببساطة كده السيدوفاج او الجلوكوفاج، بالنسبة للسيدوفاج تركيزاته في الصيدلية كتير، في منه تركيز 500 بيجي في علبة كبيرة، في تركيز 850، في تركيز 1000. بالنسبة للجلوكوفاج برضو في تركيز 500، في تركيز 1000، وفي تركيز 1000 XR. طيب السيدوفاج او الجلوكوفاج علشان اللي ما يعرفوش، السيدوفاج او الجلوكوفاج المادة الفعالة اللي فيهم اسمها الميتفورمين، والميتفورمين الحقيقة هي أصلا مادة بتستخدم في علاج السكر مش علاج التخسيس، لأني أصلا الجلوكوفاج أو السيدوفاج بيستخدموا في علاج أول حاجة السكر من النوع الثاني، تاني حاجة بيستخدموا في علاج حالات تكيس المبايض والسيدات اللي بتعاني بالذات من السمنة في الوزن وعندها تكيس المبايض بيدوها دكاترة بيكتبوا لها كتير السيدوفاج والجلوكوفاج. طيب مادة الميتفورمين دي بتعمل ايه اصلا في الجسم، او يعني الناس بتستخدمها ليه؟ لانها بتقلل نسبة مستويات السكر في الدم. طيب ازاي بتعمل الحكاية دي؟ الطبيعي ان انت لما بتيجي تاكل البنكرياس بيفرز هرمون اسمه هرمون الانسولين، لكن في الناس اللي بتعاني من سمنة في الوزن الانسولين بيتم افرازه بشكل كبير جدا، وده بيؤدي الى ان هو بيشتغل على مركز الجوع وبتحس دايما ان انت جعان وعايز تاكل اكتر بكتير، وبالتالي طبعا بيؤدي الى سمنة وزيادة في الوزن. لكن لما بتاخد السيدوفاج او الجلوكوفاج او مادة الميتفورمين اللي بيحصل انه بيحسن الخلايا بتاعت الجسم وبيخليها تبقى يعني تحس اكتر بموضوع الانسولين، وبالتالي بيقل الانسولين في الدم وعلشان كده بيبدأ الجوع يقل وبالتالي الوزن بيقل. طيب ازاي جات قصة نزول 35 كيلو في الوزن بسبب استخدام دواء الجلوكوفاج او السيدوفاج؟ جابوا مجموعة من الاشخاص عددهم كان 150 شخص واجروا عليهم تجربة انهم ادوهم الجلوكوفاج لمدة 6 شهور علشان يشوفوا التأثير بتاعه عليهم. لقيوا 50% نزلوا 6 كيلو في خلال 6 شهور. تاني حاجة لقيوا 35% ما نزلوش ولا زادوا، وزنهم ثابت. لقيوا كمان 10% من الاشخاص دي الوزن بتاعهم للأسف زاد، يعني مش نزلوا لا الوزن بتاعهم زاد. تخيل انت عامل نظام غذائي صحي وملتزم بكل حاجة والوزن بتاعك زاد. بعدين لقيوا 5% نقصوا 10 كيلو في خلال 6 شهور. واخر حاجة سعيد الحظ واللي نشر الموضوع ده ان هو شخص واحد من 150 شخص نزل 35 كيلو في 6 شهور. ومن هنا طبعا الناس بدأت تعتمد، بعد ما سمعوا التجربة دي بدأت ناس وحدها تستخدم الميتفورمين او تستخدم الجلوكوفاج على اساس ان هو بيخسس والكلام ده. لكن بعد التجربة دي خليك متأكد ان هو ملهوش اي علاقة بالتخسيس، لاني مثلا انت ممكن تكون سعيد حظ وتنزل عادي اللي هما 35 كيلو في 6 شهور، لكن انت ممكن تكون من الاشخاص اللي هما هيستخدموه طول الوقت ونزلوا 6 كيلو في 6 شهور، يعني بمعدل كيلو في الشهر وبمعدل ربع كيلو في الاسبوع، وطبعا دي نسبة قليلة جدا. وكمان عندك احتمال ان انت ممكن تزيد في الوزن، يعني انت بدل ما كنت بتستخدمه وهتنزل هتلاقي نفسك بتزيد في الوزن. اما بالنسبة للناس اللي نزلوا 10 كيلو في 6 شهور، يعني تقريبا دول نزلوا كيلو ونص في الشهر، برضو كلام فاضي جدا ما يستاهلش ان انت تجرب. لو انت بعد كل ده برضو بتقول ما انا ممكن اكون سعيد الحظ وانزل 35 كيلو زي الشخص اللي نزل، لا يبقى فايتك كتير. تعال اقولك الميتفورمين بيعمل ايه في جسمك.
اول حاجة بيعملها الام شديدة جدا جدا في المعدة بشكل لا يحتمل او بشكل كبير. تاني حاجة ان هو بيعمل اسهال وبيعمل حالة من الغثيان وكمان بيعمل قيء. تالت حاجة ان هو بيعمل طعم معدني في الفم وطعم وحش جدا بيبقى صعب تحمله. دي اول حاجة بتلاحظها. في سايد افكت تاني غير ده ان هو بيقلل فيتامين بي 12 في الجسم وبيقلل امتصاصه طبعا، وده خطر جدا لان فيتامين بي 12 ده يعني مسؤول عن الاعصاب، وبالتالي لما بيقل بيحصل تنميل في الاطراف والتهاب في الاعصاب. وعلشان كده معظم الدكاترة اللي بتكتب الميتفورمين او اللي بتكتب الادوية دي لازم تكتب معاها حاجات مقوية للاعصاب او تدي حقن ديبوفيت علشان تعوض النقص الحاصل في فيتامين بي 12. طبعا ده غير الكارثة الاكبر اللي بتحصل ان هو مع الاستخدام الطويل وبجرعات زيادة بيعمل حالة في الدم اسمها لاكتيك اسيدوزيس او حموضة الدم. الحالة دي ايه اللي بيحصل فيها؟ طبعا بيحصل فيها الام شديدة جدا في المعدة، برضو غثيان وقيء وسرعة في ضربات القلب، وفي حالات لما بيحصل لها لاكتيك اسيدوزيس بيؤدي الى الوفاة. وعلشان كده يكون ده يعني اخطر حاجة في الحاجات اللي ممكن تحصل لما استخدم ادوية السكر ان انا اخس. وعلشان كده بالذات الادوية دي لازم تكون تحت اشراف طبيب ومش اكتر من شهرين، لان بعد شهرين ممكن تحصل حاجة اسمها لاكتيك اسيدوزيس. طبعا ده غير ان في ناس اصلا المفروض ما تستخدمش الادوية دي، وهي الناس اللي اول حاجة عندهم حساسية من مادة الميتفورمين، تاني حاجة الناس اللي عندها مشاكل في الكلى، تالت حاجة ناس عندها مشاكل في الكبد، رابع حاجة ناس عندها مشاكل في القلب، خامس حاجة الناس الكبار في السن، لان مع تقدم السن بالطبيعي وظائف الاعضاء دي بتقل بشكل كبير وبالتالي ممكن يسبب لهم مشاكل وما يحلش اي حاجة زي ما هم فاكرين. خلاصة الفيديو، لو انت بتعاني من السمنة ما تدورش على أدوية السكر. هو الناس اللي بيحصل ان هم بيسترخصوهم، يعني الشريط يعتبر بجنيه ونص 2 جنيه، يعني فيعتبر حاجة في المتداول فبيدوروا عليه، لكن مقابل ان انت بتاخده بتحصل كتير اعراض وحشة عندك ومش من قلة أدوية التخسيس. يعني زي ما انتوا لو محتارين مثلا، في فيديو هيطلع دلوقتي فوق، الفيديو ده بيتكلم فيه يعني طرحت لكم فيه معظم أدوية التخسيس المعتمدة واللي نقدر نستخدمها واللي بتسبب نزول الوزن بشكل صحي. لكن لما تستخدم أدوية السكر بتحصل أعراض كتير خطيرة، يعني لازم لما حد يستخدمه يستخدمه تحت إشراف دكتور، وبيبقى مثلا بيقولك الجرعة قد إيه، يديلك حاجات تعوض النقص. لكن أساسا منظمة الصحة العالمية يعني لم تعتمد أسيدوفاج أو جلوكوفاج كدواء للتخسيس، لكن اعتمدته فقط كدواء للسكر. لكن أي حد بيعمل كده ده يعني نوع من أنواع اللي هو بيستنصح والاستنصاح، لكن الموضوع ده غلط جدا يا جماعة وبيعمل مشاكل كتير. لكن لو انت عايز تستخدم ادوية، انا اتكلمت في فيديو كبير وطرحت ادوية كتيرة جدا عن الادوية اللي بتستخدم في التخسيس. لو عايز تستخدم ممكن تستخدم اي حاجة منهم بشكل امن، وده اسمه دواء تخسيس، مش هيعمل لك اي مشاكل ولا هتحتاج تعوض حاجات بتفقد من جسمك. اهم حاجة ان انت تلتزم بنظام صحي، تلعب رياضة، تاخد دواء زي مثلا الادوية المشهورة الاورلي او الكروماكس او البايكات، الحاجات اللي احنا عارفينها، ودي هتساعدك جدا في التخسيس. لكن ارجوك ابعد عن ادوية السكر لو انت بتفكر ان ده ممكن ينزلك بسرعة. ده هو شخص واحد من 150 اللي نزل 35 كيلو، لكن الباقيين في ناس حتى زادت في الوزن. يعني تخيل حتى ان انت تكون بتعمل كل اللي عليك، نظام صحي، بتعمل رياضة، كل ده ماشي فيه، وفي نفس الوقت في النهاية تلاقي نفسك ان جسمك ابتدى يزيد في الوزن بشكل يعني كبير، او ممكن تزيد مثلا من 6 ل 10 كيلو. فاحنا مش في وقت ان احنا نضيع، احنا دلوقتي عايزين نشوف نتائج كويسة وعايزين نمشي طريق كويس وطريق صحي ومفيهوش اي مشكلة. فاتمنى منكم انكم تبعدوا عن ادوية السكر في مجال التخسيس، بلاش حد يستخدمها لانها ضارة جدا ومع الوقت هتعمل مشاكل كبيرة. اتمنى في نهاية الفيديو تكونوا استفدتوا واكون قدرت اقدم لكم حاجة مفيدة. يعني لو في اي سؤال سيبولي سؤال تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. انا يعني كالعادة بكرر اعتذاري ان انا بتأخر شوية، بس حقيقي انا دايما بحاول ارد على كل الناس، ويعني اقول لكل واحد بالظبط الحاجات اللي هو محتاجها، وده يمكن بياخد مني وقت شوية ومجهود في الرد على الكومنتات، لكن اوعدكم ان شاء الله ان كل الكومنتات انا هرد عليها. ويا رب لو عجبكم الفيديو
تشاركوه مع اصحابكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجديدة مع معلومة مفيدة. اشوفكم في احسن صحة واحسن حال. باي باي.